عادل يا هاني عادل. مساء الفل يا حبيبي يا هاني يا جميل. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ بعت الشنطه ولا لسه بتاع اللي فيها اللبس؟ في السكه. بعتها بجد والله؟ في السكه. طيب خلي بالك العنوان، اوعى تتلخبط في العنوان، لا تروح لحد تاني. حلال على توصل له. لا لا ازعل. انا ازعل، ده انا هموت على الطقم اللبس بتاع اياكس امستردام. ازعل اياكس ولا هولندا؟ الاثنين ما مش فارقه معايا. طيب انا من عشاق هولندا. هولندا احلى من اياكس. انا من عشاق المنتخب الهولندي، والاثنين انا موافق. الاثنين احلى من بعض. كفايه فان دايك يا عم والناس الجامده دي. منور يا كابتن، وحشني يا هاني يا محترم. تعيش، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ والله زي الفل، وتحياتي لكل اسود افريقيا. طبعا شفت انت لما سمع كلامي وائل مكاوي، قلت له نحن لا نرد على السفنه والسافلين. شوف انت بمقدار ما كنت زعلان، النهاردة دينا راكبين والناس كلها في الزبالة الحمد لله. كل واحد حقه بيجيله لغاية عنده. يا حبيب قلبي المعارك دي تحتاج للنفس الطويل، وبدام انت دخلت معايا خليني اقول لك خبر. الخميس النهاردة الجمعة، امس الخميس رفعنا اكتر من 4 قضايا، بس الراجل اللي يتحمل وما يجيش يبكي في الاخر. ربنا يهدي، ربنا يهدي. احسن حاجة قلتها، ربنا يهدي. ربنا يهدي. الاهم بقى من كل ده، اخبار ظهرك ايه بقى؟ والله بص، في تحسن من اول ما بديت اكل صحي وبديت اتمشى شوية، لان يبدو ان الاكل كمان عامل كان مشاكل معايا، وتحسنت على الرغم ان انا لسه ما بداتش كورس العلاج. ليه؟ لان انا بتعالج من حاجات في الجهاز الهضمي ومعدتي والقولون، فالدكاتره نصحوني ان انا ابدا بالعلاج بطني وبعد كده ابدا في علاج العظم، لان المعده ما بتتحملش العلاج بتاع العظم وهي مريضه. طبعا. فان شاء الله باذن الله اخلص الكورس كمان شهر وابدا في مرحله العلاج الطبيعي، لكن بطني خست جامد. انا كنت افكر ان انا تخنت، اتضح ان كان عندي انتفاخات لوجود التهابات مزمنه في القولون. ان شاء الله تقوم بالسلامه ويبقى كله زي الفل وما تحتاجش لاي حاجه زياده كده يا رب. ان شاء الله باذن الله. وبعد كده الدكتور قال لي من دعاء امي الحمد لله وكرم ربنا عليا ان الغضروف جاي بالجنب، فان شاء الله من السهل ان احنا نسيطر عليه. طيب الحمد لله. ونتيجه والف سلامه عليك. والحمد لله بفضل الله نتيجه التحليل كان عندي مشكله في البروستاتا وكنا خايفين ان يكون في ورم. خلصت امبارح كل اخر تحاليل وطلع تضخم حميد وما فيش ورم الحمد لله. الحمد لله رب، الحمد لله. انا كان عندي مشاكل، انا كان عندي مشاكل كتير بس ما رضيتش اتكلم غير اقول ظهري، لكن كان عندي شويه كعبله كده، ابتلاء من عند الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتي يا رب. امين يا رب، امين امين. وعايز اقول لك على حاجه يا هاني، انا طول ما انا عيان وامي سليمه انا فرحان، وبقول يا رب لو جاي لها مرض هاتوا فيا. بعد الشر عليكوا عليها، بعد الشر عليكوا يعني عليها. الحمد لله يا رب، لك كده. ما هي قول ما هي جنبي، ربنا حميني بدعائها، فمهما تعبت ربنا بيشفيني يا هاني. ربنا يخليها لك ويحافظ لك عليها كده، ويا رب كده دايما في صحه وسعاده وستر كده يا رب على طول. ومن خلالك كده انا بمسي على اسود افريقيا كلهم، وائل مكاوي ووائل علي وعصام ابو كريم وتيفا وكل الناس الحلوه وميساره وبيبو تريكا. اوعى تنسى بيبو تريكا، كان بيدي جامد.
بس في الاخر جامد ما خدش برضه لسه. ما بيشبعش جامد، مطلع من عينين ابونا. كويس ان اطمنا عليك وعلى صحتك، ويا رب كده دايما في صحه وسعاده كده يا رب دايما على طول. عندنا تحدي رهيب يوم 26، وعايزين نعمل حلقه تاريخيه مهما تعبنا ومهما كلفتنا. موجودين ان شاء الله. دلوقتي انا النهارده كنت في اجتماع مع المخرج، ومدام معايا خلينا زفلك خبر سعيد، بنحاول نعمل شاشه في اثناء الاستوديو يكون عليها وصله مع الكلوب هاوس، بحيث انكم انتوا تبقوا صورتكم معانا داخل الاستوديو، واللي يتكلم صورته تظهر وصوته يظهر. اوكي. هو ده الشغل. مش انا قلت لك هنزلزل الدنيا؟ سيبنا نفكر بقى عشان نزلزل. صح كده. يوم ما نفكر نتكلم نزلزل. الله ينور عليك. يوم ما نفكر نرد لازم الارض تتزلزل. مع تحيات عبد الناصر زيدان. وانا احبك في الله يا هاني، وبحب كل الجروب لله دون غرض او هوى. لا لا لا، ده كلام فاضي. ده الكلام اللي بيتقال ده كلام فاضي. ده احنا عارفين يعني، مش محتاجين حد يقول اي حاجه ولا يزود ولا ينقص، واحنا عارفين مقدارنا عندك، وانت عارف مقدارك عندنا، وده كفايه يعني. مش محتاجين ولا حد يشهد ولا اي حاجه. احنا الحمد لله، وربنا يديم المحبه كده يا رب على طول يا رب. وربنا جاب لنا الخير عشان خلانا نلفظ الغث من وسطينا ونبقي على السمين، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كن واثق ان ربنا رايد لنا الخير، واللي طلع من وسطينا هو اللي خسرنا، لان ربنا اراد انه يخلينا يعني نعرف مين الكويس ومين الوحش. الحمد لله الحمد لله، طول ما النية كويسة ربنا بيكشف أول بأول إن شاء الله. يا جماعة، أسود أفريقيا على الكلوب هاوس هو الجروب الرسمي اللي أنا بظهر فيه، وأرجوكم كل حبايبنا لو تكرمتوا، كل حبايبنا المحترمين من الأهلوية والزملكاوية يدخلوا على الكلوب هاوس جروب أسود أفريقيا، ويعملوا إعجاب، لأن يوم 26 هيكون المقاعد بالحجز. دي بقول لكم من دلوقتي. قول للناس تدخل ازاي يا استاذ هاني. اسم الكلاب اسود افريقيا، بيعملوا جوين للكلاب، والقناه اللي على اليوتيوب اسمها برضو اسود افريقيا، بيعمل سبسكرايب على القناه ويدوس على الجرس، ومجرد ما هنبتدي هيظهر له كل حاجه على طول. ارجوكم يا جماعه من دلوقتي، ويا ريت هاني يفكرنا يوميا لو ما كانش بمداخله برساله، علشان خاطر ننوه الجمعه 26/11 نحن على موعد مع سهره ربما تمتد لست او سبع ساعات من اول العصر، او بالتحديد بعد اذان المغرب وصلاه المغرب، وحتى اعلان نتيجه انتخابات النادي الاهلي في الساعات الاولى من الصباح، واعلان النتائج في حلقه للتاريخ على جميع المنصات مع عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، وقناة أسود أفريقيا على اليوتيوب، وكلوب هاوس غرفة أسود أفريقيا على اليوتيوب، وعلى خمس منصات فيسبوك. إن شاء الله بإذن الله سنغنيكم عن أي شيء بفضل الله، والله هو الغني الحميد. إن شاء الله يا كابتن، إن شاء الله. تحياتي ليك يا هن، وأرجوكم سلموني على كل الناس وكل الإخوة الأحباء، وان شاء الله باذن الله على موعد. احنا بكره الجمعه عندنا ماتشين، وان شاء الله باذن الله اكون معاكم بعد مباراه الاهلي باذن الله تعالى بكره مع بعضينا زي ما احنا متفقين، بعد كل مباريات وبعد كل الاحداث المهمه.